أول درس من رمضان تتعلمه ما هو حبيبنا؟ أول درس، أول درس نتعلمه من رمضان ما هو؟ طب أنا لما أترك الطعام والشراب والشهوة، أترك الطعام والشراب والشهوة أي الزوجة تماما إن كنت متزوج، وأترك كل يعني ما يثير فيني الشهوة إن كنت أعزب من نظر أو تفكير أو ما إلى ذلك. طيب لما أنا أترك الطعام والشراب وزوجتي، أترك زوجتي، هذه التي تركتها حلال أم حرام؟ حلال. طيب أنا أتركها وأنا محتاج إليها من أجل من؟ نريد أن يصبح صيامنا روتيني يا شباب يا إخوة، ما بدنا الصيام يصبح تقليدي. أنا عم أترك الطعام والشراب وأترك زوجتي أمامي أم فلان تماما تكون في كامل زينتها وقد تهفو نفسي إليها وأنا لا أقترب، وهي حلالي. لماذا؟ أنا أستجيب لمن؟ أطلب مرضات من؟ إذن أنا تركت الحلال الذي أنا بحاجة إليه، أهم لزوميات حياتي طعامي وشرابي وزوجتي، وأتركها من أجل الله. يعني هذا ماذا أعطاني؟ أليس أعطاني أنني صاحب إرادة وأنني بالله ومن أجل الله قادر على أن أحقق إرادتي؟ مو صحيح؟ فالذي يقدر على ترك الحلال في رمضان ألا يستطيع أن يترك الحرام في غيره؟ طيب هذا الذي يقول لك يا شيخنا لا والله ما استطيع حتى الله يهدينا، فنقول له كيف انتصرت بامتحان الإرادة فيما أحل الله لك وهون صرت عبد لله ونجحت، وكيف لا تنجح بعدها في قضية الحرام؟ بالنسبة لموضوع الشياطين أيها الأحبة، أنا أريد أن أبين نقطة يجب أن أنتبه لها. الحاج يقول ربما يكون السبب أني في رمضان ما في شياطين لأنها تصفد، وبعد رمضان في شياطين لأنها تصفد. أنا أريد أن أقول لكم شغلة، أتعلمون من الذي يصفد الشياطين في رمضان؟ من؟ لا أنتم، أنت اللي في رمضان صفدت الشياطين. لا تظن أن الله جل جاب أغلال وسلاسل وجاب كل شيطان وربطه، الشياطين كثر تماما. ما الله جل ما يقيد لك، لا تفهم بمعنى أنها وتصفد الله جل يجيب يدز دوريات ومن الجهة العليا الملائكية دوريات أمن ملائكة وين في شيطان يدوروا عليه في كل جحر ويربطوه. لا أبدا، إن عبادي ليس لك عليهم في رمضان. أنت تحقق هذا المعنى أم لا؟ أنت في رمضان تصبح من عباد الله، منهم ما إلا عبادك منهم رمضان، أنت ترتقي فتصبح منهم أم لا؟ لأنك في رمضان تصبح من عباد الله فتترك وتنتصر بإرادتك وتصبح المخلصين، وأكبر دليل أنك تترك طعامك وشرابك وزوجك ولا راك إلا الله، هذا أعلى مستوى الإخلاص. تحسن تخدع الناس، تخرج إلى الشارع تقولهم أنا صائم وأنت تكون جوا مفطر، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لماذا خص الصوم؟ هي كل العبادة له، بس لماذا استثنى الصوم؟ قال إلا الصوم فإنه لي، لأنه العبادة الوحيدة التي تصل إلى أعلى مستويات الإخلاص فيها لله سبحانه وتعالى، حيث لا يعلم بحالك إلا الله. أنا قادر على زوجتي وهي معي في البيت أن أخادعها، فأدخل على المطبخ أكل وأشرب وأجي أقول لا الحمد لله صمنا تماما، لا أحد يراني. الصيام لا يطلع على حالك فيه إلا الله، لأنك حققت المواصفات بأنك صرت مخلصا وصرت عابدا لله، تقيدت الشياطين بفعلك، أي أنت في رمضان وصلت إلى المستوى المطلوب منك حتى تمنع أثر الشيطان عنك. طيب لماذا لا تكون بعد رمضان كذلك؟ فرمضان هو دورة مدة شهر تنتهي، لا، دورة نجاح لكي تكمل باقي السنة على نفس مستوى رمضان، واضح؟ فإذا أنت تحققت في المستوى الرمضاني في غير أيام رمضان فأنت طول العام عندك رمضان.